النهارده هنعمل فيديو اسئله. نزلت بوست على البروفايل عندي وبوست على الصفحه بتاعت فيسبوك، ما نزلتش حاجه على تويتر عشان اكونت تويتر لسه مش شغال قوي. وخدت شويه اسئله منكم، كانت في اسئله حلوه، كان في اسئله الصراحه يعني فيها نقاش كتير وكلام حلو. فتعالوا نبدا بالاسئله. واول سؤال هبدأ من على البروفايل اللي عندي، السؤال الوحيد اللي عجبني على البروفايل، وكان من احمد مدحت جده، والسؤال بيقول ليه الريفيورز بقوا مرتشيين؟ انا عارف انا بادئ بسؤال صعب شويه، بس ليه الريفيورز بقوا مرتشيين؟ واحمد مدحت لو ما تعرفوش هو بالفعل ريفيور على قناه فون فور يو، فهو بالفعل عارف الاجابه، بس هو سؤال حلو فعلا ممكن يجاوب. فالسؤال ده عارف انه ممكن يزعل شويه ناس عشان مثلا بيحبوا الريفيورز معينين، لكن عشان نبقى صراح مع بعض، في ريفيورز فعلا متبلطيين. و الموضوع ده انا واجهته بفتره، مش ان انا بطبل لشركه، ولكن يعتبر الضغط من بعض الشركات عشان نطبل لكم. اظن لو انتم متابعين على صفحه فيسبوك هتعرفوا ان كان في احد التوكيلات المصريه كانت بتتهمنا بالسرقه وان احنا مرتشيين والكلام ده كله، لمجرد احنا كنا بنتكلم على ان الضمان بتاعهم مش من احسن انواع الضمان، وان في مشاكل كتير جدا في الضمان بتاعهم ممكن تتحسن، وبعض اللعب في الكلام وبتاع. ودي حاله ضغط جامد من ناحيه التوكيل ده، لان ده توكيل ماسك براندات كتير في مصر، وبالفعل بالبراندات اللي معاه بيقدر يمنع الشغل معايا ومعاهم، لان هو الطرف الوسطاني او الوسيط. بعض الحاجات التانية ان في بعض الشركات تقدر تقول انك تتبنى قناتك. في شركه من احد شركات المذر بوردز المشهوره جدا كانت بتعمل اعلانات عندنا على الشانل وعملنا ريفيوز كتير، بس في احد الريفيوز انا كان عندي راي ان في عندهم بورده ب 13000 جنيه ما تستاهلش المبلغ ده، وده كلام منطقي. بورده غاليه ممكن تجيب حاجه اقل منها هتديك 99% من المميزات اللي فيها، ده كلام عادي جدا ما فيهوش اي حاجه عيب يعني. ريفيو زي ده خلاهم عاوزيننا نغير من طريقه الريفيو بتاعتنا مثلا، وان الريفيو يبقى ايجابي اكتر زي ما نقدر نقول، وان الريفيو يحتوي على حاجه اسمها اداء. البوردات ما بتفرقش في الاداء، ومش عارف مين الريفيور اللي بيحط اداء للبوردات من ناحيه الجيمز يعني وكده. ف هما كانوا عاوزيننا نحط اداء الجيمينج تايم مذر بورد، وده طبعا شيء مش خاطئ، ده شيء متخلف. فدي برضو حاجه من الحاجات اللي احنا بنرفضها جدا، ان شركه تقصدنا ان احنا نعمل حاجه او ان احنا نقول راي مش عاوزين نقوله. فدي برضو احد اسباب ان في ريفيورز كتير بيطبلوا في مجال الموبايلات، او اذا كان في مجال الهاردوير في طبعا ريفيورز مطبلاتها في كل حته. السبب بس انهم عاوزين ياكلوا عيش مش اكتر، وده طبعا شيء يحترم، يعني شيء جميل جدا انك تشتغل حاجه اللي انت بتحبها. واظن باين على الشانل قد ايه ما عادش في ريفيوز كتير زي زمان. ريفيوز يعني لو على جراف فهو الجراف نازل 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 نازل، ده كله بسبب ان احنا بطلنا نتعامل، او الشركات بطلت تتعامل معانا، عشان احنا مش بنديهم ريفيوز ايجابيه 100% وبنقول بعض العيوب، او في بعض الاحوال بنقول المنتج ده ما يستاهلش يتشرق اساسا. بس فاظن ده اطول سؤال معانا النهارده، لان السؤال مليان ديتيلز كتير اللي هو ليه ريفيورز مطبلات. السؤال التاني هو عملت ايه في ثانويه عامه؟ عملت ايه في ثانويه عامه؟ كويس الحمد لله، مش النتيجه اللي كنت متوقعها الصراحه، ودخلت الكليه اللي انا كنت عاوزها من اول سنه وهي بزنس ادمنستريشن. وعشان برضو السؤال ده بيتكرر، اي نصايح او اي غلطات انت عملتها في ثالثه سنه ممكن نتجنبها؟ السؤال ده اتكرر 3 مرات تقريبا او حاجه، بالذات بتوع علم الرياضه. وهي انا شايف ان اكبر غلطه هي كانت الخط الوحش. انا خطي من نوع الخط اللي هو مش بيتقري بسهوله او مش بيتقري اساسا. فاذا كنت شخص من النوعيه دي، نصيحتي الاولى فانا ليك انك تحسن خطك. تحسين الخط مع الانتظام في المذاكره، اللي هو الانتظام العادي خالص، ما تضغطش على نفسك، ذاكر عليك اول باول مش اكتر، وان شاء الله هتلاقي نفسك في الكليه اللي انت عاوزها، اذا كانت طب، اذا كانت هندسه، اذا كانت بزنس ادمنستريشن، اذا كانت اعلام، اي كليه انت عاوزها. فنركن بقى الاسئله دي على جنب عشان الاسئله دي ممله، ونخش بقى على الاسئله التقنيه شويه. عندنا شويه اسئله حلوه واسئله مهمه جدا جدا يعني. فنبدا باول سؤالين، عامل ايه وايه الجديد؟ الحمد لله مفيش حاليا حاجه جديده، في شويه فيديوهات حلوه جايه الفتره اللي جايه. لو حد مهتم بتجميع رخيصه جدا قولي برده تحت في الكومنتات. تجميع رخيصه بمعنى رخيصه يعني اللي هو التجميع كامله بثمن كارت شاشه من جداد، فاذا كان كده برده قولي تحت في الكومنتات. ايه افضل كارت شاشه؟ GT 1030 M750 Ti. انا كنت دلوقتي بسال في الجروبات على الكارتين مستعملين وحاجه وكده، فال 750 Ti يوزد ب 2000 جنيه بشكل ما، كارت من حوالي 4 سنين ب 2000 جنيه مستعمل، اللي هو كان ساعتها جديد ب 1200 جنيه. و
ال 1030 اظن ب 1750 1800 جنيه جديد. فهو كقوه طبعا 750 تي اي اقوى وفي مميزات جي تي اكس زي شادو بلاي والفيديو هايلايت والكلام ده كله. لكن الجي تي 1030 كفاليو فور ماني انت تاخد كارت الضمان وجديد وكل حاجه انا شايف انه احسن، الا لو انت لقيت عرض حلو على 750 تي اي اذا كان مثلا لو جديد ب 2000 جنيه مثلا او يوزد ب 1500 1600 طبعا يبقى عرض احسن بكتير و 750 تي اي كمجمل احسن. في سؤال جه على رسائل الصفحه، لو بادجت مثلا 25000 جنيه ليه كل بينصح بتجميع مش لابتوب، ومع ان التجميع ارخص ومع ان التجميع هتبقى ارخص بس اللاب هيبقى معاه شاشته كامل ومش محتاج تشتري معاه اي حاجه زياده وهيبقى تقريبا بنفس السعر ونفس الامكانيات. ده سؤال الصراحه ممتاز جدا، من احسن الاسئله اللي جت لنا النهارده. وبص الموضوع بيتمحور في كام نقطه. اول حاجه الابجريدز، سهل جدا انك تعمل ابجريد للسي بي يو بتاع جهاز، تعمل ابجريد للكارت الشاشه بتاع. تاني حاجه ان البروسيسورات سي بي يوز بشكل عام بتاعت الاجهزه الكبيره زي الاخ ده كده هتلاقيها دايما اقوى من معالجات الاتش كيو والمعالجات اليو بتاعت اللابتوبات. فاذا كنت مهندس اذا كنت جيمر او مش عارف ايه كل ده هيفرق معاك. كروت الشاشه في الجيل الحالي من انفيديا هو نفس الكارت اللي في اللابتوب هو نفس الكارت اللي في الكمبيوتر، الفرق اللي بيبقى معمول له اندر كلوكينج عشان الحراره وتظبيط الحراره والكلام المعروف ده كله، فبرضه هيبقى اداؤه اقل شويه. دي كمان نقطه. في حاجه انا دي بتفرق معايا انا شخصيا وهو الحجم بتاع الشاشه وفي نفس الوقت الشاشه نفسها. فانت ما بتعرفش تجيب لابتوب 22 بوصه، الشاشه دي 22 بوصه وانا ما بعرفش استخدمها كويس، يعني بالنسبه لي انها صغيره شويه يعني مش بعرف استخدمها كويس، بس بالنسبه لي الشاشه صغيره. ونوع الشاشة نفسها انت تقدر تنقي ما بين مليون شاشة، تقدر تنقي شاشة ألترا وايت، تقدر تنقي شاشة 144 هرتز، تقدر تنقي شاشة مخصصة للديزايننج. في اللابتوب انت بتحاول تظبط البادجت وبعد كده بتشوف كده الشاشة بتاعته بقى حلوة ولا وحشة في الاخر، فاهم؟ فدي كمان نقطة. لكن على فكرة فعلا في الرينج ما بين حوالي 17 لحد 30 ألف اللابات قريبة جدا، مش تماما بس قريبة جدا فعلا من امكانيات البي سي اللي في الرينج ده، بس مازال هيبقى البي سي افضل كاداء وكبرفورمانس وكالكلام ده كله كابجريدز والكلام اللي احنا قلنا ده كله. حاجه زي ما احمد، كروت باليت تبريدها حلو وخاماتها كويسين ولا لا؟ السؤال ده جالي 5 مرات ولا 6 مرات الاسبوع ده. كروت باليت هي كروت جالكس من الاخر، خامات مش هقول رديئه بس خامات معقوله، دوائر طاقه زي الريفرنس تقريبا ممكن اقل شويه كمان، وبتقضي الغرض وسعرها حلو. معاك فلوسها ومعاكش اكتر من كده اشتريها، معاك انك تعلي شويه علي شويه. محمود عمرو بيسال اشتري واحد 960 كمان عشان هو مع جي تي اكس 960 بالفعل ولا اجيب جي تي اكس 1070؟ في مشاكل كتير في الاس ال اي وفي العاب كتير ما بتدعمش الاس ال اي وغير سحب الكهرباء، غير ان انت في جهازك انت هتحتاج تغير باور سبلاي، هو جهازه تقريبا 450 واط تقريبا الباور سبلاي حاجه كده، وانت في حاجتين هتغير باور سبلاي. بس بكل الاحوال يعني الجي تي اكس 1070 كمجمل عشان مشاكل الاس ال اي وتعدد الكروت واللعب اللي ما بتدعمش كارت واحد احسن، وكبرفورمانس هيبقوا قريبين لبعض، بس طبعا جي تي اكس 1070 مع الدعم وكده هيبقى احسن من الاوبتمايزيشن بتاع كارتين، لان الكارتين هيشتغلوا بقوه 160% 150% حاجه كده يعني. محمد رفعت ليه ادفع 6300 دولار في ماك بوك بيسخن؟ في كام سبب. في احد الاسباب انك بتشتغل مثلا شغلانه بتجيب الفلوس دي في شهر، زي انك بتشتغل ميوزك بروديوسر ببرنامج لوجيك اللي ما بيشتغلش الا على الماك بوك، او بتشتغل فيديو اديتور على فاينل كات برو ومتنقل ومحتاج القوه دي، فادي اول سبب. تاني سبب ان بالفعل ابل نزلت باتش وصلحت المشكله بتاعت السخونيه، فخلاص يعني ما عادش حفله زي الاول. عمرو محمد، احسن كمبيوتر بارخص سعر يكون بكم، مواصفاته ايه؟ شغالين على الفيديو ده، هيبقى حاجه رخيصه بس طبعا لما تحب يعني تشتري جهاز حاول تحدد ميزانيه ايه اللي انت تقدر شخصيا تدفعه في جهاز، واحنا نظبط على كده. عبده بيسال كارت جي تي اكس 1060 6 جيجا بايت ممتاز لل 1080 بي ولا لا؟ ممتاز جدا لل 1080 بي. وهل الفرق بين الرايزن 2700 اكس والانتل 8700 كي كبير؟ واقصد الفرق بشكل عام وليس العاب فقط وشكرا. بص يا سيدي، ال 8700 كي افضل في الجيمز، ادي واحد. ال 8700 كي افضل في الفيديو اديتنج على بريمير، ادي اتنين. الرايزينات بشكل عام احسن في برامج الموديلنج والثري دي موديلنج وكده بسبب الكورز الزياده، فيا تاخد دول يا تاخد دول. لو انت بتعمل ايديت على حاجه مش
مش بريمير، ممكن موضوع الفيديو اديتنج ينحاز للرايزن 2700 اكس بس على بريمير اخر نسخه. منزلين خاصيه جديده بتستخدم الكارت المدمج الانتل ايرس، بتسرع الانكودنج يعني رهيبه رهيبه. ف يدول يدول انت اللي تختار. احمد سامح، ازاي تقدر توسع مصادرك ومعلوماتك عن الهاردوير بتاع البي سي بالتحديد؟ وفي حد تاني برضو سال السؤال ده. دي حاجه انا دايما بحاول احطها في ريفيوز بس الناس ما بتاخدش بالها. انا بعمل ريفيو لجمهورين، يعني الريفيو بتاعي معمول لنوعين من الجمهور. النوع الاول هو الراجل المشتري، مش كل الناس راح تشتري برضو X299 ب 13000 جنيه الريفيو، غالبا ولا واحد اتفرج على الفيديو راح يشتريها اساسا. ف ده مش طبيعي ان انا اعمل ريفيو للبورده ب 13000 جنيه. لكن انا برضو بعمل ريفيو تعليمي في نفس الوقت، فانا بقول مصطلحات معينه وبشرحها على خفيف، مش بشرحها بالتفصيل. لكن بمجرد لما انت تفهم الكلام اللي انا قلته، او ممكن مثلا لو معلومه كده طايره منك تروح تفهمها من جوجل بعدها وبتاع، وتيجي تتفرج على ريفيو تاني ليا، او حتى تدخل في نقاش على اي جروب مثلا الناس قاعده تتخانق ولا حاجه، انت هتخش هتبقى فاهم انت بتتكلم في ايه. انت داخل بمعلومات وعندك اساس بتبني عليه الكلام بتاعك. فده حل. حل تاني انك تعمل زي ما كنت بعمل زمان، قاعد بتفرج على فيديوهات هاردوير طول اليوم لناس اجانب، اذا كان ريفيوهات مكتوبه ريفيوهات فيديوز. واحسن حد تتعلم منه حاليا هو جيمرز نيكسس، قناه عظيمه بيقولوا كلام في اول مثلا كام شهر ليك مش هتفهم منه كلمه، بس كلام كويس جدا هيحسن مستواك في الهاردوير جامد جامد جامد. فالحل السهل انك تتفرج على اي ريفيو انا بنزله، اذا كان يهمك او ما يهمكش مش لازم تشتري اس اس دي عشان تتفرج على ريفيو اس اس دي وتتعلم منه. فانا مثلا عملت فيديو قبل كده قعدت اتكلم عن الهاردات الام دوت 2 والاس اس دي وكده، واتكلمت عن كام تقنيه بس ما شرحتهمش. انت ممكن تدور، لو انا ما نزلتش فيديو عن الموضوع ده قبل كده تبدا تدور على جوجل ايه هي الان في ام اي، ايه هي 3 دي ناند، ايه هو الناند ده اساسا، الكلام ده كله تبدأ بقى تدور وتفهم. هتلاقي معلومة هنا ومعلومة هنا، الموضوع بياخد وقت مش في يوم وليلة، يعني مفيش سلسلة كورس هتيجي تروح تتفرج عليه، الموضوع بياخد وقته. أنا اتعلمت بس 3 سنين مثلا ولا حاجة قبل ما أبدأ الشانل، ولما بدأت الشانل فضلت كل فيديو بعمله كل فيديو وصوره بتعلم منه حاجة بدون مبالغة. في سلسلة شغال عليها بتاعت شرح الهاردوير من الصفر تقريبا، انا بتعلم فيها معلومات لحد دلوقتي. يوسف محمد، ممكن تعمل سلسله جديده في اليوتيوب عشان تعلم مبادئ الكمبيوتر والبي سي والتجميعات والهاردوير للمبتدئين؟ زي ما قلت انا شغال على السلسله دي، للحق انا شغال عليها من زمان، انا كل فيديو اسئله بيطلب مني السلسله دي، وكل فيديو اسئله اقول لكم انا شغال عليها، بس كل مره ما بتعجبنيش. يعني في مره صورت 3 فيديوهات منها وما كملتش، مسحت فيديو منهم بتاع، لان مستواها ما كانش عاجبني، مش شايف ان ده المستوى الكافي اللي يعلمك او يفيدك كويس. فشغل عليها المرة دي ان شاء الله تكمل. لو عندكم اي اقتراحات للافكار اللي في السلسلة او كده ممكن تقولها برضو في الكومنتات تحت، والله يعني انا بحب جدا لما بترشحوا حاجة لان الموضوع بيفيدني وبيفيدكم. فلو عندكم اي اقتراحات تحت برضو قولوها، وان شاء الله المرة دي تكمل وتبقى بالشكل اللي انا عاوزه وتبقى بالشكل اللي يفيدكم جدا ان شاء الله. مصطفى علي، ليك في الكورة ولو ليك بتشجع مين في أوروبا؟ ماليش في الكورة الصراحة، أنا لسه متعلم فيفا من حوالي أسبوعين أو 3 أسابيع بالعافية، وكنت بتفرج على كأس العالم بس ده آخري خالص في الكورة. والتوكيل لو وديت له اللاب وطلب تغيير البوردة هل هدفع فلوس وهو في الضمان؟ بص حسب، لو عيب استخدام، لو عيب منك أنت وقعت مية على البوردة مثلا أو شاي ولا حاجة هتدفع فلوس لأن أنت اللي مبوظ الشيء ده. لكن لو عيب تصنيع وطلبوا منك فلوس عشان يغير البوردة ما ينفعش، لان ده حاجة جوه الضمان، دي غلطتهم لو هو عيب تصنيع، ومن حقك انك تاخد بوردة جديدة للجهاز بتاعك ببلاش او جهاز كامل ببلاش كمان. لكن لو المشكلة منك انت موقع عليه شاي قهوة مسخنه بقى براحتك، العيب عليك وما لازم تدفع انت الفلوس. مينا بيسأل ايه افضل لابتوب للجيمينج؟ حدد ميزانية، ما ينفعش تقول لابتوب من غير ميزانية. لو انت عاوز افضل لابتوب للجيمينج في الايسر بريدتور اللي ب 9000 دولار ده، لو معاك 9000 دولار اللي هو يا تجيبه يا تجيب عربيه. عبده ثابت، انتوا بتجيبوا الفلوس دي منين انكم تشتروا اجهزه فشيخه كده؟ السؤال ده انا مستني اجاوبه من زمان جدا، انا كان لازم اعترف لكم يا جماعه ان انا حرام. لا هو بجد ده سؤال يعني ما ينفعش يعني يجاوب قوي، عادي في ناس مننا بتشتغل احنا كريفيورز، لان نعرف تقريبا معظم الريفيورز الموجودين في مصر بينقسموا النوعين، ناس شغالة يوتيوب فول تايم فبالتالي موضوع بيمول نفسه بالنسبة لهم شوية، ناس زينا بتشتغل شغل تاني شغل فريلانسنج يوتيوب لما بيكرمنا كده ويدينا فلوس وبتاع، كل ده بيعوض بعضه بالنسبة لنا.
فده اللي اقدر اقوله لك. هو الموضوع كله في ناس منها بتشتغل، تنزل تشتغل فول تايم عشان تمول يوتيوب عندها، في ناس بتدفع من تحويش عمرها، فعلا اعرف ناس شخصيا بتدفع من تحويشة عمرها اللي فضلوا يشتغلوا كام سنة عشان يجيبوا كاميرات ومعدات وبتاع. في ناس بتستلف اجهزة موبايلات مثلا تعملها ريفيو وتبيعها. ليه واحد صاحبي بيشتري مثلا جهاز جديد يستعمله ويعمله ريفيو بتاعه ويبيعه استخدامه 3 4 اسابيع ويخسر فيه 400 500 جنيه مثلا. ففي ده وفي ده وفي ده. في شركات بتبعت الموبايلات مثلا والأجهزة والهاردوير وكده، في مليون مصدر للحاجات دي، احنا مش أغنية للدرجة دي. تقريبا معظم المصادر اللي معظم يوتيوبرز مصر بيستخدموه عشان يجيبوا أجهزة حلوة وكده. خالد محمد بيسأل ازاي اعزز معلومات عن الهاردوير، كل ما بتقط معايا حاجة بعمل سيرش بس حابب اكون فاهم وعندي العلم بالمجال. زي ما قلت لك، زي ما قلت لأحمد من شوية، هي نفس الحاجات، تتفرج على الريفيوز، تحاول تفهم كل حاجة في الريفيوز، كل كلمة بتتقال في الريفيو لازمتها ايه. اللي هو انا لو اديتك كارت شاشه دلوقتي قلت لك اعمل لي عليه ريفيو، تقدر تعمل لي عليه ريفيو كامل بالطريقه اللي انا عاوزها كريفيور. فهي دي الفكره. شويه اسئله ما اخترتهاش بس عشان نسرع الفيديو شويه. فيا رب يكون الفيديو عجبكم، لو الفيديو عجبكم ما تنساش تعمل شير للفيديو. لو عندك اي اسئله، اي كومنتات، اي تعليقات على الفيديو ممكن تقولها لنا برده تحت في الكومنتات، احنا دايما بنرحب باي نقد. وحابب اعرف رايكم عن الفيديو من الفيديوهات اللي احنا شغالين عليها، من ناحية عاوزين أرخص تجميعة ممكن نعملها على التشانل دي في حدود سعر كام، دي حاجة. والحاجة التانية عاوزين إيه ممكن ندمجه في الفيديو بتاع شرح الهاردوير للمبتدئين. لو هنعمل مثلا فيديو عن السي بي يو بالكامل، عاوزين فيديو مثلا يبقى فيه تفاصيل معينة عن مثلا طريقة التصنيع ولا لأ والكلام ده كله. ومع العلم إن متوسط الفيديوهات دي هيبقى من 15 ل 25 دقيقة حسب الفيديو، وأنا بحاول أقصرهم والله عن كده كمان. وبس، يا رب يكون الفيديو عجبكم. كان معكم عبد الخالق محمد من ذا تيك كوم.